مكتب الثقافة بتعز يختتم المعرض التشكيلي الأول تعز نزف بألوان الحياة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. برعاية وزير الثقافة مروان دماغ ومحافظ محافظة تعز الدكتور أمين أحمد محمود، واختتم مكتب الثقافة بتعز معرض تعز نزف بألوان الحياة. نختتم في تعز الثقافة، تعز الفنون، تعز الإبداع، نختتم معرضنا الأول للفنون التشكيلية في ظل الحرب والحصار، والذي عنوناه بتعز نزف بألوان الحياة. اليوم نكتمل، تبتدئ لوحة أخرى ورسالة جديدة تحسن تعز تقديمها في ظل الحرب والحصار الجائر عليها. اليوم طلاب قسم الفنون الجميلة في جامعة تعز وبعض الفنانين التشكيليين اختتموا تلك اللوحة الكبيرة، اللوحة الرائعة، اللوحة العظيمة التي تحسن تعز تقديمها في زمن الحرب والحصار. اليوم هم أمام ذلك اللون الدموي الذي يحاصرون به القتلة، يقدمون ألوان الحياة، يرسمون الابتسامة، يرسمون التفاؤل، يقدمون أنهم مشاريع حياة وأنهم سينتصرون في جبهة الثقافة مثلما جبهات العزة والشرف ستنتصر. المعرض يحتوي على العديد من اللوحات الفنية الإبداعية من نتاج شباب الجامعة، رسموا فيها جميع أنواع المشاعر الصادقة في عودة الحياة في أول معرض للفنون التشكيلية في ظل الحرب والحصار. في ظل الحصار والحرب والدمار ما زال هناك الفن والجمال، ما زالت هناك المعارض الجميلة التي تمثل أيوب طارش وتمثل أم كلثوم وتمثل الفن الحديث عمار العزكي، فؤاد عبد الواحد، تمثل فن صبر وفن الحجرية وتمثل فن الحالمة تعز بشكل عام. هي الحالمة التي تمثل الثقافة والفن والجمال والإبداع، تمثل الشجاعة، تمثل البطولة والمقاومة. نلصق خيوط الأمل رغم الحصار والحرب التي تدمي قلب تعز الموجوعة، وشبابها يحاول باللون والحياة مداواة الألم بالعمل. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.